الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا متعملون. النهارده انا عايز اعمل لكم طبق لذيذ جدا جدا. اكيد كلنا متعودين على اللحمه المشويه او الستيك المشوي، بس النهارده هعمله لكم بطريقه جديده شويه، وهنعمل معاه سلطه حلوه قوي وصوص ريحان خطير. تعالوا نشوف مقاديرنا وهوريكم هنعمله ازاي. اول حاجه انا عندي كوبايتين ونص ريحان، عندي فص ثوم مفروم، عندي 9 معالق كبار زيت زيتون، هنوزعهم بقى على كذا حاجه، ملح وفلفل اسود، 400 جرام ستيك، اللحمه دي لحمه سيريليون، ممكن نستعمل اي ستيك عندنا، عندي عيش متحمص، 2 كوبايه جرجير، 3 معالق كبار عصير ليمون، خس احمر صيني او بيسموه الراديشيو، ممكن طبعا اي نوع خس عندكم برده، بس انا جايباه عشان الوانه هتبقى حلوه، وعندي كوبايه جبنه بارميجان. طيب تعالوا اول حاجه نبتدي فيها، هنعمل صوص الريحان اللي هننزله على وش الستيك لما يخلص، وبعدين نسوي الستيك وبعدين نحضر السلطه. هنزل اول حاجه الريحان، انا شلت منه شويه عشان هنحطه صحيح زي ما هو في السلطه في الاخر، يعني شلت مثلا ربع الكميه. هو شبه شويه صوص الباستو بس اخف، من غير مكسرات من غير جبنه، صوص خفيف خالص، يعتبر زيت زيتون وريحان مني. هحط الثوم المفروم، هنزل شويه زيت زيتون واضرب واشوف بقى ايه على حسب القوام اللي انا عايزاه. كده تمام، حته صغيره بس كمان. كده صوص الريحان بتاعي كمان جاهز. نزله في اي طبق صغير لحد ما نخلص الستيك. لونه خطير وهيفضل محافظ على لونه عشان زيت الزيتون اللي فيه. طبعا مش قادره اقول لكم ريحته حلوه ازاي. كده اول خطوه عندنا طبق خلصت. تاني حاجه عايزين نعملها، عايزين نتبل اللحمه، ننزل عليها زيت زيتون. ملح. متخافوش زودوا الملح، ما يهمكوش لان طعمه بيدي كراست كده حلوه للحمه من فوق، ومش هيبقى طعمه زياد. واخر حاجه عايز احط فلفل اسود فريش. لو تقدروا تعملوا الخطوه تتبيل اللحمه دي من بدري وسيبوها في الثلاجه برده هيفرق في طعمها قوي. تعالوا بقى عايزه ادهنها كويس في الصوص ده قبل ما انزلها على النار، اتاكد بس ان كل اللحمه وصل لها الزيتون ووصل لها ملح ووصل لها فلفل. كده تمام، والطاسة عندي سخنة على النار، هنزل عليها نقطة زيت الزيتون، وهنزل باللحمة على طول. بس عايزة الأول أوزع زيت الزيتون عشان مش عايزة اللحمة تلزق. أنا حاطة عليها أوريدي، بس إيه، حطيت نص معلقة صغيرة كمان عشان أتأكد إن اللحمة مش هتلزق. نزل اللحمة على نار عالية جدا ومش هقلبها. اللحمه بتاعتي يبقى لها تقريبا 3 دقايق على الناحيه دي، هقلبها بقى دلوقتي معاكم على الناحيه التانيه، وبرده مش هحركها كتير لما بتحركوا اللحمه كتير بتنزل الميه اللي فيها، العصاره اللي فيها فبتنشف.
ثلاث اربع دقايق كمان على الوش ده هتبقى جاهز. انا حاولوا دايما وانتوا حاطينه على النار تتربي الحتت فيها المكنيه عشان كله يستوي. لما بضغط عليها ما بدوسش جامد عشان ما تنزلش العصاره او العصير اللي فيها، على خفيف خالص كده بس تفرد بس. نقلب بقى اخر مره اللحمه بتاعتي استوت خدت لون خطير عشان ابقى معاكم من على النار، وهسيبها لمده تقريبا من 5 دقايق ل 10 دقايق ترتاح خالص قبل ما اقطعها. كل ما تسيبوا اللحمه ترتاح كل ما العصاره اللي جواها تفضل جواها، فلما تيجوا تقطعوها تفضل طريه. مكان تحمير اللحمه بقى نفسه هنزل زيت زيتون، بقيت زيت الزيتون اللي عندي وهنزل فيها العيش نحمصه تحميصه سريعه كده في نفس الطاسه. نزله شويه ملح وفلفل كده خفيف. والعيش برضو بتاعي كده تقريبا جاهز. انا شلت العيش خلاص من على النار، تعالوا بقى نجيب طبق نقدمه ونحطه برضو فيه لحد ما نبقى جاهزين للتقديم كله. هنزل العيش تحمص ريحته خطيره من زيت الزيتون ومكان تحمير اللحمه. هجيبه برضو هنا على جنب. هجيب بقى طبق التقديم اللي انا هستعمله في الاخر خالص. هنزل فيه اول حاجه الجرجير والانديبس اللي عندنا، جاي لنا مثلا ضيوف عايزين اكل خفيف واكل دايت وطبق سريع هيعجبهم قوي الطبق ده. لحمه مشويه وسلطه، ممكن طبعا نستغني عن العيش لو مش عايزين تخنيه. هنزل بقى الانديز بس خليني افتحها الاول شويه. الراديشي سوري، خس راديشي. زي ما قلت لكم ممكن نستخدم اي انواع خس نحبها، بس زي ما انتم شايفين مدي لون حلو في الطبق. ممكن نحط مكانه حتى خس عادي وشويه رمان فوقيهم هيلون الطبق برده خليه لونه حلو. هنزل عليهم شويه بارميجان، نزل تاني طبعا على وش اللحمه شويه من الريحان. اللي احنا عملنا منه صوص اللحمه اصلا هجيب اللحمه بقى عايزه اقطعها. اقطع معاكم اللحمه وهنحطها على وش السلطه. يا استنى مكان طبعا ده مش دم، ده صوص بتاع اللحمه اللي انا قلت لكم عليه. كل ما هتسيبوها تهدى كل ما الصوص بتاعها مش كله هينزل منها. ده لو قطعتوها بقى اول ما كنتوا طلعتوها من النار كان الصوص ده بقى دبل الكميه.
اللحمة طبعا مستوية، عايزة اوريكم لونها من جوه، لونها خطير. وطرية جدا. هحط لها بقى شوية من العيش اللي احنا محمصينه. الوش بقى هجيب صوص الريحان اللي عملناه مع بعض وهنزله على وش اللحمه. وكده الطبق بتاعنا يكون خلص. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل الطبق اللي بعده. واخر حاجه احطها لها بس شويه برمجان، ونرجع نعمل طبق هيبقى حلو قوي بعده. هلا وشيف، خليكم معانا. ورجعنا لكم من الفاصل. عايزه اعمل لكم بقى عصير لذيذ جدا، وهيبقى ريفريشن كده جنب الستيك والسلطه. هعمل لكم عصير موز بالاناناس. تعالوا نشوف مقاديرنا وهوريكم هنعمله ازاي. اول حاجه انا عندي لبن لوز، عندي اناناس متقطع، عندي موز متقطع. طبعا لو الموز عندكم كمان يعني بقاله كتير مستوي جامد وحاطينه وحطوه في الفريزر وبعدين استعملوه في الميكس ده، هيبقى طعمه حلو قوي. وعندي كمان صوص كراميل، نقدر نستخدم كمان مكان صوص الكراميل، سكر، عسل، اي حاجه تحبوها. طيب تعالوا ننزل الفاكهه اللي عندنا. كمان لو عايزين مثلا نوع اعشاب زي الريحان يبقى حلو قوي قوي مع العصير ده. هنزل اللبن وهنزل شويه من صوص الكراميل، معلقه كبيره تقريبا. هنخلط بقى كل ده مع بعضه كويس. العصير بتاعنا اتضرب كويس جدا. نقدر برضو لو عايزينه أسقع من كده نزود له تلج، نضرب معاه تلج هو نفسه. نزله في كوباية التقديم. والباقي بقى زي ما قلت لكم ممكن نحطه في التلاجة، و يعني نقدر ان احنا نحافظ عليه لو حطيناه في حاجه ازاز وقفلناه كويس تبقى حاجه محكمه الغلق يعني. العصير بتاعنا كمان كده جاهز وبالهنا والشفا. عملت لكم النهارده عصير الاناناس اللي بالموز، وعملت لكم كمان سلطه الستيك اللي بصوص ريحان وراديشيو وطبعا الخضره كلها. طبعا عايزاكم تجربوهم الاثنين وتقولوا رايكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من طعم ولون.